طب ما تيجوا نشوف مع بعض الدكتور عصام حجي العالم المصري، وهو بيتكلمنا في عندي ليه مقطعين، احدهم بيتكلم عن فقد مصر لمخزونها المائي والمعاناه من الجفاف المنتظره في مصر، والحاجه الثانيه بيشرح حجم خطوره الازمه اللي هتعيشها مصر كلها اذا فقدنا ميه النيل. الموضوع لا يحتمل الهزار ولا يحتمل الخفه ولا يحتمل ان احنا نتعامل معاه لانه ايه يا عم احنا واثقين وهتعدي، لا، موضوع حياه دوله وامه عظيمه وشعب اكثر من 100 مليون كثير، انه مصر ستتخطى هذه الازمه، ولكن ما هو الثمن الذي ستدفعه مصر لتخطي هذه الازمه؟ هو مخزونها الاستراتيجي وراء مياه السد العالي. وهنا بنقول ان الخطوره ان لو حصل بعد فتره الملء دي جت فتره من الجفاف، فده سيؤثر بشكل خطير جدا على مصر. وبالتالي هل حد حصل؟ احنا حصل، احنا عشنا في فتره من فترات الجفاف من سنه 78 ل 87 تقريبا، 9 سنوات من الجفاف عاشتهم مصر، ونزل فيها منسوب ورا السد العالي عشرات الامتار. لو عمليه الملء تمت على فترات طويله زي ما هو مذكور في البحث وزي ما اقترحت مصر، على اي فترات من 10 سنوات فما اكثر، فالعجز هيكون تقريبا 10 مليار متر مكعب، وتستطيع مصر التعامل معاه بكل سهوله. لو الملء اقل من كده فكل ما بنقل ده بيزيد اكثر. ولو فعلا ما فيش اي مشكله، ودايما احنا بنميل يا اما الناس الدور العلم لا اني اصغر ولا اكبر المشكله، ان انا ادي ارقام للمشكله دي، ما دام ما فيش اي مشكله وان الكلام ده مش صحيح، امال احنا رايحين لمجلس الامن ليه؟ امال احنا طلبنا وساطه البيت الابيض ليه؟ احنا طلبنا وساطه الاتحاد الاوروبي ليه؟ طلبنا وساطه الاتحاد الافريقي ليه؟ بنعمل مناورات عسكريه مع السودان ليه؟ تضييع وقت؟ بنكسر حاله الملل الموجوده في حياتنا؟ لا طبعا. فتصغير المشكله او الرامي نفس الشيء، تصغير المشكله او اللي احنا نقول انه الجانب العلمي لازم انه يتبع التصريحات السياسيه، ده مش دور العلم. انا دور العلم اللي انا اقول احنا لازم نحافظ على النهر ده، وما يمكن ابني فيه سد بحجم 74 مليار متر مكعب، وتخيل النهر زي النيل اللي هو معدل تدفق بتاعه بطيء جدا وصغير جدا انه مش هيتأثر. لو عمليه الملء تمت على فترات طويله زي ما هو مذكور في البحث وزي ما اقترحت مصر، على اي فترات من 10 سنوات فما اكثر، فالعجز هيكون تقريبا 10 مليار متر مكعب، وتستطيع مصر التعامل معاه بكل سهوله. لو الملء اقل من كده فكل ما بنقل ده بيزيد اكثر. ولو فعلا ما فيش اي مشكله، ودايما احنا بنميل يا اما الناس الدور العلم لا اني اصغر ولا اكبر المشكله، ان انا ادي ارقام للمشكله دي، ما دام ما فيش اي مشكله وان الكلام ده مش صحيح، امال احنا رايحين لمجلس الامن ليه؟ امال احنا طلبنا وساطه البيت الابيض ليه؟ احنا طلبنا وساطه الاتحاد الاوروبي ليه؟ طلبنا وساطه الاتحاد الافريقي ليه؟ بنعمل يعني الدكتور عصام ما بيتكلمش من وازع ان هو بيحب ولا بيكره النظام، كلنا بنتكلم من وازع ان احنا بنحب البلد بنخاف عليها.